الفلبين تمنح الولايات المتحدة وصولاً أكبر إلى قواعدها العسكرية بموجب اتفاق الدفاع، وفي المقابل تخصص واشنطن أكثر من 82 مليون دولار لاستثمارات في البنية التحتية. خطوات ثنائية بين الفلبين والولايات المتحدة تهدف إلى تعزيز الأخيرة من وجودها في المحيطين الهندي والهادئ لدعم تحالفاتها من أجل ردع الصين. وفي الوقت ذاته يستعد الجيش الأمريكي للتوسع في استخدام القواعد الفلبينية الرئيسية وسط تغيرات كبيرة في أوضاع القوات الأمريكية باليابان. وحسب مسؤولين أمريكيين فقد اتخذ الجيش الأمريكي هذه القرارات وسط تطورات تعكس قلق الحلفاء من البيئة الأمنية المشحونة في منطقة المحيطين والرغبة في تعميق التحالفات مع واشنطن. ويشمل التوسع الوصول إلى قاعدتين بجزيرة لوزون الشمالية التي تمنح أمريكا موقعا استراتيجيا يمكنها من شن عمليات حال نشوب صراع في تايوان أو بحر الصين الجنوبي. مسؤول فلبيني قال إن التعاون العسكري المتزايد مع أمريكا يدعم الموقف الدفاعي للبلاد، لا سيما أن مسعى الفلبين لتعزيز أمنها لا يستهدف أي دولة بعينها، مضيفا أن الفلبين بحاجة إلى الوجود الأمريكي في المشهد خاصة بعد تطورات الأوضاع في مضيق تايوان وفي بحر الفلبين الغربي الذي من المتوقع أن يشهد تصاعدا للتوترات.